بارك الله بك أخي الفاضل الدكتور أحمد المحترم، شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الأخوة الأفاضل في إدارة منصة أريد العلمية المحترمين، أيها الحضور الكريم جميعا، كل حسب مقامه ومنصبه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الحق تبارك وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في من يعلم الناس الخير: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. نحتفل اليوم مع حضراتكم في الذكرى السنوية الثامنة لتأسيس الصرح العلمي الكبير منصة أريد للباحثين الناطقين باللغة العربية. من دواعي الفخر والاعتزاز أن نكون ضمن عائلة منصة أريد. إن استعراض ما وصلته المنصة بعد هذه الأعوام الثمانية لا يمكن اختصاره في كلمات في بضع دقائق، ولكن أريد أن أركز على 3 نقاط رئيسية تميز فيها هذا الصرح الكبير. إن العمل في منصة أريد هو عمل تطوعي لنشر العلم والمعرفة بين الباحثين والعلماء في كل أنحاء العالم، وهذا أمر ليس بالسهل. أن تصمد وتزدهر هذه المنصة وتصل إلى ما وصلت إليه الآن من خلال العمل التطوعي. إن عدد أعضاء منصة أريد قد وصل قبل أيام إلى 118,000 عضو من الباحثين والتدريسين في أنحاء العالم بمختلف التخصصات العلمية والإنسانية، وهذا أمر فريد في هذه الأيام أن يضم هكذا تجمع هذا العدد من الباحثين والعلماء وإدارة شؤونهم في مختلف النشاطات من الدورات والمحاضرات والمهرجانات العلمية كالمؤتمرات والمسابقات والندوات. الأمر الثالث، إن التبادل العلمي والمعرفي بين أعضاء المنصة، والذي وفرته إدارة المنصة من خلال توفير صفحة لكل باحث بمختلف المستويات، أمر فريد ومتميز من خلال تبادل البحوث المجانية والكتب وإلى ما آخره من نشاطات الباحثين. أهنئ الأخ الفاضل الأستاذ الدكتور سيف السويد الرئيس التنفيذي لمنصة أريد، وأهنئ الأخوان جميعا في إدارة المنصة، وأهنئ جميع أعضاء إدارة منصة أريد العلمية بالتواصل بهذه الأعوام الثمانية. وختاما، أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لكل العاملين في منصة أريد العلمية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.